بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض درس جديد من دروس العمليات الهندسية. الدرس بيتلخص في إن أنا إزاي أعمل مماس لدايرتين. طبعا عندي أنواع المماس لدايرتين، مماس من الخارج ومماس من الداخل. مين يعدينا 3 أمثلة بيشرحوا الموضوع ده ونطبقهم دلوقتي مع بعض؟ بالنسبة للمثال الأولاني، عندي دايرتين، دايرة R1 مسافة وليكن ما بينهم L، دايرة R2 نص قطر R2 بيمسهم القوس اللي هو بنص قطر الآخر. عايز أبدأ أرسم. أول حاجة لازم أحددها قبل ما أبدأ رسم المماس، هل هو من الداخل ولا من الخارج؟ إزاي أعرفه من الداخل ولا من الخارج؟ هتخيل إن أنا جيت هنا كملت القوس ده كده، فهلاقي إن القوس اللي هو الأرض دايرة كبيرة والدايرتين دول واقعين جواه وبيمسوه من جوه، فبالتالي ده اسمه مماس من الداخل. خلاص، يبقى انا عرفت ان ده مماس من الداخل وهبدا اطبق عليه شغل المماس من الداخل. عايز ابدا اشتغل، ابدا طبعا اول حاجه احدد نقطه انصف الاطار بتاعي والدوائر السنتر لاين بتاع الدائره. بعد كده هبدا ارسم الدائره الاولانيه بالقوس وليكن R1، ابدا ارسم الدائرة الثانية بالقوس وليكن R2. طبعا كل ده تشتغلوا بالبرك، أنا بشتغله بس بإيدي عشان ننجز وقت. بعد كده بدل ما المس ده من الداخل يبقى هطرح إيه؟ هطرح أول حاجة القطر بتاعي اللي هو الآر ناقص الآر1، وأقف بالبرك بتاعي أهو في مركز الآر1، وبنص القطر اللي هو آر ناقص R1 أعمل قوس. بنفس الطريقة برضه تقول الآر ناقص الآر2 وأقف في مركز الدايرة التانية وأعمل قوس. خلاص، عملت قوسين اتقطعوا مع بعض في نقطة. أجي أقف هنا وأفتح فتحة بمقدار القوس اللي هو آر وأعمل القوس بتاعي. يعني لو أنا فتحت مثلا، طبعا كمان أنا مش شغال بأبعاد، فتحة بمقدار الآر وقفت هنا وعملت القوس، هلاقي إن القوس بتاعي ينسف. وزي ما قلنا ده المثال الأولاني على المماس من الداخل. نيجي بقى للمثال التاني، المثال التاني اللي هو ده. ده مماس من الخارج، عرفت منين؟ عندي الدايرتين احنا قلنا R1 وR2، هنتخيل ان احنا كملنا القوس ده كده وخليناه دايرة أو جزء من دايرة، هلاقي إن الدايرة دي والدايرة اللي هي بتاع R بيمسوا بعض من بره، ما تقاطعوش من جوه، يعني مفيش دايرة دخلت في الدايرة، فبالتالي ده اسمه مماس من الخارج. أرسمه إزاي؟ هنشوف دلوقتي. أجي أمسح ده كده. بنفس الطريقة برضه أحدد سنتر لاين وأحدد المسافات ما بين الدوائر وأبدأ أرسم الدائرة الأولانية وأبدأ أرسم الدائرة التانية. بعمل إيه؟ إحنا كنا بنقول في الداخل بطرح، يبقى العكس في الخارج هجمع. هجمع إيه؟ هاجي هجمع نص القطر اللي هو وليكن R1 وده نص القطر R2، اجمع الار 1 زائد الار عشان اوصل للمركز ده، واقف هنا وافتح فتحه مقدار الار 1 زائد الار واعمل قوس. بنفس الطريقه اجمع الار 2 زائد الار واقف هنا وافتح قوس. خلاص، اجي بقى بعد كده اقف في المكان بتاع المماس واقف اعمل قوس. لو القوس ما ظبطش معاك يبقى البرجل وانت شغال تتحرك معاك ملي كده او ملي كده. يعني لو جيت ترسم القوس لقيته مثلا جاي كده او ده جاي كده مش مظبوط معاك، يبقى اعرف ان وانت بتفتح البرجل سواء بتفتحه هنا او بتفتحه هنا هتحرك منك ملي كده ولا ملي كده، او فتحت فتحه غلط. ده بالنسبه للمماس من الخارج. دول نوعين المماس. عندنا بقى مثال تالت اهوت زي ما احنا شايفين بيجمع النوعين اللي من الداخل واللي من الخارج. زي ما احنا شايفين القوس اللي هو الدايره اللي هي R1 والدايره النص قطرها R2 والقوس اللي هو الار، ابص الاقيه مرسوم بالطريقه غير الاثنين اللي فوق. هاجي ابص لو انا كملت زي ما قلنا نكمل نتخيل يعني ان احنا كملنا الدايره بتاعت الخط النص قطر اللي نص قطرها R مماس نص قطر R، ابص هلاقي ان الدايره دي وقعت في قلب الدايره الكبيره اللي نص قطرها R، وهلاقي ان الدايره اللي هي R2 دي بتمس الار من الخارج، يبقى ده بيمس من هنا من الداخل
وده بيمس من هنا من الخارج. خلاص حددت الداخل والخارج في المماسات عندي، ابدا اشتغل. اجيب امسح هنا كده وابدا احدد برضه السنتر لاين اللي انا هبدا اشتغل عليه، واعمل الدايرتين بتوعي. وزي ما قلنا المماس بيمس من الداخل، من الداخل يبقى هطرح من الداخل، هطرح ايه؟ هطرح زي ما قلنا الار ناقص الار واحد، واقف هنا وافتح قوس في مركز الدائرة الأولاني، واقف هنا وافتح قوس. طب بالنسبة للمماس من الخارج هجمع، اهو هجمع ايه؟ هجمع الار اتنين زائد البقر، واقف هنا وافتح قوس. اتقطع معايا نقص، طبعا مش شرط تطلع زي ما انا عامل كده، هنا مش شغال بقى معايا، هتطلع هنا ممكن تطلع هنا على حسب يعني، هتطلع اتقطع معايا في النقطة دي. بعد كده اقف البرجل بالفتحة بتاعت الـ ار، واقف هنا واعمل المماس للخطوط دي. هي كده طبعا لازم يطلع مظبوط بالظبط لو ماشي بالابعاد بالظبط، يعني لو كاتب ابعادك مظبوطة، المسافات ما بين الدوائر مظبوطة والأقطار مظبوطة وفتحت فتحاتك مظبوطة، هيطلع معاك المماس مظبوط ما فيهوش أي مشاكل. إن شاء الله هتلاقوا رابط الفايل بتاع المثال ده تحت الفيديو. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، نتمنى تشوفوا بقية الفيديوهات اللي قبل كده وتعملوا لايك وشير ليها وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.